نجوم الليل الظل بدي قصة هالأمورة. وقبل القصة بالأول إلا قالت لي العصفورة كلمة نجوم صغيرة. وهلأ بدي أحكيها لبنتي لينا الأمورة. جنب الجبل الكبير اللي بتنام وراه الشمس كان بيعيش فلاح عنده خرفان بيربيهم جنب بيته وبيطعميهم لحتى يكبروا ويسمنوا. وهالفلاح كان ياخد الخرفان اللي بتكبر للسوق ويبيعها بسعر غالي كتير. الخرفان المساكين كانوا يأكلوا الطعام اللي بيقدم لهم إياه الفلاح بشهية من غير ما يعرفوا شو رح يصير فيهم لما يكبروا ويسمنوا. ومن بين هالخرفان قام فيه خروف أناني. أناني يعني بحب حاله وبس. هالخروف كان بيهجم على الأكل بسرعة قبل إخوانه الخرفان وبيأكل منه بسرعة 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 لحتى يعبي بطنه ويشبع. إذا حدا من هالخرفان قرب عليه لحتى يشاركه بالأكل بيضربه ضربة قوية وموجعة. وهيك هالخروف صار يسمن وينصح وبقية الخرفان ضلت هزيلة ونحيفة. والفلاح كان بيراقب خرفانه وكل يوم بيطلع عليهم لحتى يشوف مين صار ناصح وسمين لحتى ياخده ويبيعه بالسوق مثل ما قلتلك. لاحظ الفلاح انه الخروف الفجعان الاناني اللي بيحب يطعمي حاله وبس وما بيشارك اخوانه بالاكل كان عم بيسمن اكتر من غيره. فكر الفلاح وقال يلا خروفي يلا بدي اياك تكبر وتسمن اكتر واكتر لحتى أكسب مصاري كتير لما أبيعك. وفي يوم من الأيام إجا الفلاح لعند الخرفان بإيده في حبل كبير. الخرفان يا ماما تعرف إن إذا إجا الفلاح وبإيده الحبل تاعه معناها رح ياخد واحد من الخرفان. عمره هالخروف ما رح يرجع عند إخوانه الخرفان. وهالخرفان صارت تبعد عن الفلاح وكل خروف خايف على حاله ياخده الفلاح ويبيعه بالسوق. لكن الفلاح عارف طلبه وبدون تردد راح لعند الخروف الأناني الفجعان اللي بياكل الأكلات كلهم وما بيشارك إخوانه بالأكل وربطه بالحبل وجره وراه لحتى شو يسوي فيه؟ يوديه مشوار.
لا، لحتى يبيعه بالسوق. الخروف الأناني صار عم بيبكي وندم لأنه كان يمنع الأكل عن إخوانه الخرفان، وشاف كيف الأنانية والطمع خلوا يسمن ويختاروا الفلاح لحتى يبيعه. لكن ندمه إجا بعد فوات الأوان، وهيك خلصت قصتنا. حلوة ولا نعستنا؟ حلوة. وهلا صار وقت النوم.